مشاهدينا، للحديث أكثر عن موضوع الحصانة الأمريكية على الأموال العراقية ينضم إلينا الخبير الاقتصادي السيد عبد الرحمن الشيخالي. مرحبا بك سيد عبد الرحمن، وشكرا لتلبيتك دعوة الحوار في البترودولار. موضوع الحصانة الأمريكية على الأموال العراقية بدأت في عام 2003 بأمر تنفيذي 13303. سؤالي هو، لماذا بقيت هذه الحصانة إلى يومنا هذا؟ شكرا جزيلا الى حضرتك والى مشاهديكم الكرام. اهلا بك. الحصانه هذه هي موجوده على الاموال العراقيه قبل 2003، قبل الاحتلال الامريكي، عندما كانت مذكره التفاهم لبيع النفط مقابل الغذاء والدواء كانت مودعه في حساب مصرفي تابع للامم المتحده. نعم. وبعد 2003 بالضبط، يعني في اذار 2003 اثناء العمليات العسكريه، كان هنالك امر من قبل الرئيس الامريكي في وضع الأموال العراقية تحت الإدارة الأمريكية باعتبارها الجهة اللي حاكمة آنذاك، وبقت هذه الحالة إلى 2010 عندما تم عقد بروتوكول بين وزارة المالية والبنك المركزي على السماح بالاستمرار بوضع هذه الأموال ليبيع النفط العراقي بها إلى العالم، أن توضع في الخزانة الأمريكية وفق حساب مصرفي. الحساب المصرفي اللي كان معمول به قبل أن يؤسس هذا الحساب في 2010 هو كان معروف باسم DFI. الحساب الجديد اللي تم فتحه وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي اللي أطلق عليه عراق 2. هذا الحساب تودع كل الأموال السعودية، تودع في هذا الحساب ولا يحق لشخص أن يتحرك عليه إلا بعد مرور 24 ساعة، يسجل حسابيا فقط في حساب البنك المركزي العراقي. هذا باعتبار العراق ليست له أي حسابات أو أي مداخيل أخرى غير الريع النفطي، فلذلك الأموال العراقية راح تكون بالكامل هي تحت الهيمنة الأمريكية وتحت هيمنة وزارة الخزانة الأمريكية. نعم. طيب سيدي، يعني هل تعني الحصانة بالفعل، يعني الحصانة الأمريكية، حماية الأموال العراقية من الملاحقة القانونية؟ طيب سيدتي الفاضلة، احنا خلينا نكون مقتنعين قناعة كاملة بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما جاءت إلى العراق وعبرت المحيطات وقدمت ما قدمته وصرفت ما صرفته، ليس لسوابق من العراق وليس كما يقال دفاعا عن الديمقراطية وجفوا لأغراض، هذا موضوع سياسي أنا ما أريد أتحدث به، لكن حقيقة هي دولة إمبريالية استعمارية مهيمنة على الاقتصاديات العالم، وواحد من أهم أهدافها في اللجوء إلى الاحتلال العراق هو الهيمنة على الأموال العراقية. فلذلك ليس من السهل وليس من المنطقي وليس من المعقول أنه تترك هذه الفرصة سائبة بهذه الطريقة. فلذلك عندما جعلت من هذه الأموال تحت الهيمنة الأمريكية، باي بدليل هسه راح نعطيك فالدليل كلش بسيط. لماذا لا يسمح للعراق بان يبيع نفوطه الى اي دوله من دول العالم الا بالدولار الامريكي؟ يعني احنا بامكاننا ان نبيع للصين باليوان ونبيع لغيرهم باي عمله محليه، لكنه اشترطت علينا في هذا البروتوكول انه لا نبيع النفط الا بالدولار الامريكي، ويجب ان يوضع الدولار الامريكي في الخزانه الامريكيه ومن ثم يحول حسابيا الى البنك المركزي. فاذا هذا الموضوع موضوع الهيمنه، هذا الحديث احنا تحدثنا فيه باكثر من مناسبه. نعم. وقلنا اذا يريد العراق ان يتحرر من قيود السيطره والهيمنه الامريكيه عليه ان يلغي هذا البروتوكول يتحرر من يعني قيوده. من خلال حديثك، يعني من خلال هذا الامر التنفيذي، الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تبقي وتحافظ على نفوذها في العراق. طبعا اكيد. هسه انا هذا الموضوع قلت لك هذا موضوع سياسي وانا ما بدي اتطرق به، بس خلينا نرجع الى تفاصيل اكثر وضوحا. مثلا الساده اعضاء مجلس النواب من خلال الاحاديث اللي تحدثنا بها في اكثر من مناسبه ومن خلال اكثر من محفل تحدثنا عن هذا الموضوع وقلنا يابا انتم تردون تتخلصون من الاتفاق الاستراتيجي اللي او الاطار يجي المعقود مع الولايات المتحدة الأمريكية بعدم إبقاء على القوات العسكرية الأمريكية في الداخل، كان الأولى أنه تعملون على رفع الأموال العراقية من الحصانة الأمريكية ومن الهيمنة والسيطرة الأمريكية. فلذلك تحركوا السادة أعضاء مجلس النواب
في كتاب رسمي طالبوا به البنك المركزي بوضع حل لهذا الموضوع. كان كتابهم اعتقد في شهر شباط عام 24 جرى كتاب رسمي الى البنك المركزي، ورد البنك المركزي اجابه عن هذا الكتاب اللي اجى من الامانه العامه للبرلمان باجابه فضفاضه مع الاسف. يعني ما كنا نتمنى انه تكون هذه الاجابه بهالطريقه، لانه هذه الاجابه اللي كانت هي الاجابه المتوقعه. يعني طبعا الكتاب كان موقع بتوقيع الاستاذ الدكتور عمار خلف نائب المحافظ البنك المركزي. نعم. يتحدث يقول انه احنا ما نقدر نغلق الحساب مع الفدرال الامريكي لانه الاموال العراقيه راح تصير عرضه الى النهب والسلب، وبالتالي ممكن انه المطالبين بالديون ايا كان يجون يستولون عليها. ومن هذا الحديث الفضفاض اللي ما يعني نقدر ناكده. فلذلك نعم. البنك المركزي عندما اعتمد على هذه الموضوعات اعتقد هذا التوضيح يعني العمل هو يحمل جانب سياسيه كبيره بضوء الوضع الامريكي بالنسبه للعراق، وهو احتلال لحد الان، هو احتلال وهيمنه كامله. نعم نعم. طيب موضوع انه بقرار اممي تم الغاء صندوق التنميه في عام 2010 بالعراق وبقى الأمر التنفيذي، ماذا يعني ذلك؟ لا لا، هو صندوق التنمية أغلق هذا بعد الاحتلال مباشرة في سنة 2003، بس بقت بضوء القرار الرئيس الأمريكي. نعم. أنه يتحول من الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبقى إلى حد 2010. لكن هنالك بروتوكول معقود بين الحكومة العراقية والفدرالي الأمريكي والخزانة الأمريكية، وقع في وقتها بريمر الحاكم العسكري للعراق وبحضور السيد سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي آنذاك، والسيد أحمد الشلبي اللي كان مسؤول اللجنة المالية. نعم. منذ عام 2004، واستمر العمل بهذا البروتوكول إلى غاية 2014 أصبح رسمي، يعني أصبح قرار رسمي في 9/6/2014 اتخذ قرار بأنه بموجب هذا يفتح حساب جديد، يلغي الحساب الأولاني ويفتح حساب جديد باسم، قلت لك، حساب عراق 2. نعم. واضح. عبد الرحمن الشيخ الخبير الاقتصادي، نشكرك جزيل الشكر.